السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجأة، لن تصدق ما قاله مصطفى معزوزي عن نبيل النجيز. تعالوا مع بعض نسمع ماذا يقول. أتمنى من أخواتي المتابعين معي على القناة وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. يلا نسمع مصطفى معزوزي. هيا بنا. ويبقى هو فعلا ما عجبنيش الصريح تاعو. اسكو ضريته؟ قلت لك جيسبر ما بعتوش باش يدير لا كومبان للنخب الوطني، باسكو كي سمعت انايا ما عجبنيش الحال كيفاش في 10 ايام. دايور ماشي جي سوي با لو سولي قرا شفت لي ريزو سوسيو لا موه كاع. طيب ولكن هو رجل في ذاك السن لا يبعث مثل باش يقول. ما قلت لكش يبعث، قلت جيسبر يعني سوء فهم، يعني سوء فهم. انا نحترمه، شوف ولا 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 يشفى، باسكو انا ما عنديش مشكل معاه، انا نحترم الناس، لكن انا واحد ما يخوفني. شوف حكيم، انا بكري كي كان بابا حي ياك، كنت حييه صديقي وزميلي حمو بالاحمر، كنا في الله يذكره بخير وحسن من ماشي باش نشوفها، كنا احسن حصه رياضيه استوديو فوت في مع الزملاء تاع شروق، كانت يعني حصه يعني مرموقه، يعني كانوا دي كونسيبون الله يبارك، كان يزيد وائل، كاين محمد شعيب، كاين حكيم مدان، ابري كي راه حكيم مدان جا واحد اخر يجبد باسيتي تو الموند، كنا نروحوا او فون دي شوز. مصطفى معجوزي تشتاو تيزي وزو، كنت عندي انت راك تقول جرأه، انا بور موا سي نورمال، ما كاينش انا ولا غير كاين وزاره، يعني وزاره في اثناء حفل بمناسبه اليوم العالمي لحريه الصحافه، يعني دعوت من طرف رئاسه الجمهوريه، رحت الحفل هذاك، يعني تلاقيت مع وزراء والله ما نعرفو ما حاكين، جاو لعندي كاين سي معزوزي نحترموك على الصراحه تاعك وعلى الجرأه تاعك، كي نروح القهاوي يقول لي مصطفى نحبوك باسكو انت صريح، كي نقرا لي كومونتير 80% فافورات، واش قلت انايا سيرتو بارابور هذا المؤامره ضد بلماضي، الحمد لله تحكم هذيك لابيرو تاع لاكوب دافريك، والله العظيم الحمد لله الحمد لله، على بالك واش ربحت كاع انايا، ما ربحتش دراهم اون طونك جورناليست، على بالك حنا صحفيين، على بالك يقولوا بلي حنا بالك سي دي مليونير دي مليار. احنا ربي يعلم كاين صحفي درك يتوشي 30 الف دينار ولا ما على بالوش الجمهور. لا كاين، لا كاين وكاين. قلت لك هذاك هو كي تشوف هذا الشيء كاع تفرح، تقول الحمد لله، راك تقول الحقيقه، راك دونك انا ما درت له والو لنغيس، انا كون كونترير اليوم كي شفتوا الفريق كي شفتوا راهو في الفريق الوطني فرحت. علاش؟ انا كنت ندافع على المدرب المحلي، انا نهار شفت لا فيليير تونيزيان بدون جرح الاخوه التونسيين هم اشقاء على العين والراس، بصح ما عجبنيش الحال، كنت نقول كيفاش واحد كيما مند ما يخدمش، واحد كيما ايغيل ما يخدمش، واحد كيما بن زكري، واحد كيما نغيس. حتى تدافع يعني على الاداره عليهم. ممتاز. اليوم سما درت كلمه سما كيما هذيك تاع بورقيبه الله يرحمه رئيس سابق للجمهوريه التونسيه، قال لك قلنا كلمه تعشينا في ظليمه. طيب يعني سؤال بالمناسبه، لا صح، اسمح لي انتيا باش نكونوا باش تكون شفافيه، باسكو انت عيط لك طيب وما عيطليش ليا، عيط لك ليك باش لا باش نكونوا صراحه، انا احترم الوجه الاخر ولكن حتى ما لا باش نقول لك باللي كي قال لك شتكى لك انا يا بور مو يا بي با بروبليم. اولا ليس لكم اي مشكل بينكم، ولكن انا ما نحترمه كي اليوم كي غدوه خليني نتحدث ويدير، شوف اسمح لي يدير مليح حاجه في باله بلي مصطفى معزوزي مي با بور ريغلي دي كونت، وانا ما نخدم لي اي طرف كيما هو ثاني ما يخدم لي اي طرف. ممتاز. انايا والله غير يدير حاجه مليحه قسما عظما غير نشكر. ممتاز. خليك كي يدير حاجه ماشي مليحه يستنى مني. طيب حتى اذكر طبعا المشاهدين لانه الحوار الذي كان مع نبيل نغيس كان تقريبا مدته لقاء، وربما البعض ما اشتكى يقول لك لماذا اختار دنيا، هو فعلا لم ياخذ تصريح رسمي من الاتحاديه، لذلك كان فيه نوع من الضجه ومن سوء التفاهم، ولكن الحوار فعلا كان حوارا من 12 دقيقه و 38 ثانيه تقريبا، وكان سجلا طبعا، ولكن ربما لم يتم اخذ الموافقه منه على انه يبث او لا يبث، ولكن نحن كان بطريقه مميزه ممنهجه واخذنا كل الاشياء ولم نزد على كلامه في شيء، لذلك هذا هو طبعا الكلام اللي كنا نقوله طبعا في الحوار الذي اجريناه مع طبعا مسجل، ولكن ربما كان سوء فهم بين بعض الاطراف، وهو يبقى من المدربين المتميزين الذين نتمنى طبعا ان ينجح مع هذا المدرب بيتكوفيتش.